تعالوا نروح للست العظيمة ايوه والدتكم، الست اللي أنا نفسي أشوفها، والأول أصبح عليك الحاجة زينب أحمد والدة ثلاث أشقاء الجمال دول. صباح الفل عليكي يا ستي عظيمة يا جميلة، يا اللي نفسي أشوفك وأبوس الله إيديكي. يخليك، صباح الخير، صباحك الله فل، يخليكي، صباحكم ورد وفل إن شاء الله النهارده. بنبوس إيدك وبنبوس راسك، الله وبما إنك يخليكي، ست عظيمة أوي أوي. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي، الله يخليكي. احكي لي إنك إزاي وصلتي ولادك إنك تدعميهم بهذا الشكل؟ الله يخليكي، أنا الحمد لله ربنا حباني في البلد، أو أنا حلوة بيهم، حبيبتي انا حطهم قدامي، انا حلوه بيهم، انا كان قدامي هدف ان انا اوصلهم وما ابصش ورايا، دايما ابص قدامي. وابوهم الحمد لله، ابوهم كمان يعني حد كويس جدا جدا جدا، طبعا كان بيقول لي بص قدامك، قدامك هدف، احنا قدامنا هدف لازم نوصلهم، لازم نوصلهم لبر الامان. الحمد لله ابتدوا اتعلموا وحفظوا القرآن مبكرا، وهم قد كويس يعني، اولاد صالحين 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 الحمد لله، ما كانش بيديهم مشاكل، ما كانش يزعل اي حاجه، هم كانوا احلى حد الوقت فيهم انا وابوهم. ربنا يا ربي يخليهم لك يا رب. يا رب انت يا ست رب، عظيمة وست الله ربنا يخليك، ألهمك بالصبر وبالحب وبالحنان، أي أم الله طبعا دي يخليك، من صفاتها، ولكن انت كان عندك الوعي والثقافة انك تكملي بيهم، انك تدركي ان الإعاقة مش إعاقة بصرية، لا، هي ان انا لو عملت ستوب لمهاراتهم هو دي الإعاقة الحقيقية، فانت ربنا يعني ألهمك بانك تكملي معاهم انت ووالدهم. بشكرك يا احلى ام في الدنيا ويا اعظم ام، وببوسك جدا 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 الحاجه زينب احمد، ربنا رزقكم بام الحمد لله، عظيمه مثاليه. الحمد لله.